الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. بسم الله. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد جاء بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها قد جاء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. وما جعلناك عليهم حفيظا ما شاء الله ما شاء الله يا سلام ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك على
عليك حفيظا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بركيب. أولى مرة
يعلمون. الله أكبر. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا ألم نجعل له عينين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلو قلت عمل العقب وما أدريك ما العقب. فك رقبة أو أطعم في يوم في نصاب يتيما ذا مقرب أو مسكينا ذا متراب. الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذي اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل بقعة ورحيم. نحن في شهر الدعاء، وشهر الدعاء نزلت آية توسطت آيتين في أحكام الصيام. شهر رمضان أحل لكم ليلات الصيام وما بينهما قوله تعالى وإذا سألك عبادي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الدعاء وأن يرزقنا ويمنحنا الإجابة.
اللهم أصلح أحوالنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا ولا تخيب فينا رجانا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم اعصم بناتنا واحفظ نساءنا وبارك في شبابنا. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم مشايخنا وارحم علماءنا وارحم كل من له فضل علينا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز والنجاة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمات الحق والدين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.